لبنان يدرس امتحان تحديد التوازنات قبل انتهاء المهلة غدا. رئيس الكتائب سامي الجميل من دار الفتوى ممنوع الإحباط. تسليم قرار البلد للميليشيا يلي أصبح اليوم أكثر وأكثر أمر واقع عم ينفرض على جميع اللبنانيين. الموازنة تحت عبء الدولار الجمركي ويشوع لصوت لبنان. هذه الموازنة ما فيها إصلاح على صعيد حفز النمو الاقتصادي أو على الأقل التسبب ببعض الانتعاش الاقتصادي. مفاعيل العاصمة ياسمينة بعد الثلوج موجة من الصقيع. قرب فصل الشتاء والبرد، ما إلكن إلا شركة عادل بو حبيب وشركاه الاختصاصيين والأوائل بموضوع التدفئة والشوفاج من أكثر من 50 سنة، وكلاء حصريين لأهم وأجود الشركات بمجال التدفئة والطاقة الشمسية والتبريد، وأهم ماركة دو ديتريش الفرنسية مع ضمان التوفير لغاية 30% بالمزود والغاز والكهرباء. شركة عادل بو حبيب وشركاه رائدي بمجال التدفئة الأرضية فلور هيتينج، وهي وكيلة ماركة هينكو البلجيكية الأولى بأوروبا. الأسعار مدروسة والصيانة بعد البيع متوفرة. شركة عادل بو حبيب وشركاه، جديدة المتن، نهر الموت، مقابل جسر السيتي مول. تليفون 01-87-00-87-01-87-00-82 أو 94. لبنان أبيض من فوق تكلل جبينه الثلوج، ولو أن جرف الانهيار الطاغي ماليا ودبلوماسيا على الخطين العربي والدولي يغلف وجهه بالسواد. الحكومة تدرس، فمسودة الرد على المبادرة الكويتية قبيل انتهاء المهلة غدا أصبحت عند بري بعد توافق عون وميقات على الجواب المقتبس من البيان الوزاري للحكومة، ويبرر العجز أي لا شيء خارج التوقعات. وتجتهد أمنيا، حيث أن فنون التهريب بتمويه علب العصير والليمون والشاي وإحباطها تكاد تصبح يومية، وإذ تتركز في مرفأ بيروت دون المعابر البحرية والبرية الأخرى، سؤال يضاف إلى عدم الكشف عن منفذي العمليات ومن يقف وراءها. فنون مالية أخرى تمارس فيها الحكومة كل الألعاب البهلوانية في أرقام الموازنة، وخصوصا في حسم تعدد أسعار الدولار والدولار الجمركي، لتنتهي إلى مزيد من الغرف من جيوب المواطنين إلا من الإصلاح المطلوب. الدرس الأهم يتناول ترسيم الحدود البحرية، فتوحيد الموقف اللبناني هو بذاته معضلة تحتاج إلى تفسير، فكيف إذا جاءته رسالة من تحت الماء يحملها الموفد الأمريكي؟ الشراكة في الرد على الورقة الكويتية حملت توافق عون وميقاتي، وحطت لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث يفترض أن يعطي ملاحظاته لإنهاء الصياغة النهائية، على أن يسلم وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب الرد غدا إلى وزير خارجية الكويت بصفته رئيسا للدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي سينعقد في نهاية الأسبوع في الكويت. وإذا تكرر الورقة التزامات لبنان العربية والدولية، ستركز على عجز لبنان الرسمي عن التجاوب مع بعض المطالب العربية، خصوصا تلك التي تتحدث عن أدوار كبيرة لحزب الله برعاية إيرانية أو عدم القدرة على تنفيذ القرارات الدولية في الجنوب. الملف اللبناني حضر في زيارة وزير الخارجية الكويتي لواشنطن، على ما أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، مضيفا أن لبنان كان بالتأكيد إحدى القضايا التي تمت مناقشتها، وأضاف أن الكويت هي شريك حيوي على العديد من الجبهات، منوها بالدور المهم الذي لعبته الكويت كجسر إقليمي في محاولة لمعالجة الشرخ في مجلس التعاون الخليجي والمساعدة في معالجة الوضع في لبنان، إضافة إلى أنها شريك أساسي في التحالف الدولي لهزيمة داعش. بالتوازي، كشف وزير الداخلية بسام المولوي عن إحباط محاولة تهريب 12 طنا
من المخدرات في صناديق العصير كانت في طريقها إلى السودان كمحطة أولى، ورجحت مصادر وزارة الداخلية أنها كانت معدة للنقل إلى دولة عربية. رئيس الكتائب سامي الجميل أكد من دار الفتوى أن الاستخفاف بالمبادرة الكويتية غير مقبول. التفاصيل مع مروان الأدوم. التطورات الراهنة على الساحتين اللبنانية والعربية بحثها رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميل مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. فعلى مدى ساعة من الوقت عرض الجميل والوفد الكتائبي المرافق المستجدات على الساحة الداخلية، من اعتكاف الرئيس سعد الحريري إلى الوضعين السياسي والمعيشي، وصولا إلى تعاطي السلطة مع الاستحقاق الانتخابي النيابي بخفة واستهتار، وصولا إلى المراوغة والتمييع في الرد على المبادرة الكويتية العربية التي اعتبرها الجميل منطلقا للانتظام السياسي في لبنان. رئيس الكتائب لفت إلى أن زيارة هذا المقام الوطني تأتي في سياق التنور في القضايا الوطنية الحساسة، وخاصة بعد خطوة الرئيس سعد الحريري. مع كل الاختلاف يلي موجود نحن والرئيس الحريري بآخر سنوات من وقت التسوية الرئاسية بشكل أساسي، إنما ما في شك أنه الاعتدال يلي جسده طيار المستقبل من أيام الرئيس رفيق الحريري وصولا لليوم هو حاجة أساسية للبلد، وما في شك أنه هذا الاعتدال انعكس إيجابا على بناء الهوية اللبنانية والانتماء اللبناني والمواطن اللبناني، وما في شك أيضا أنه نبذ العنف يلي اعتمده طيار المستقبل والرئيس سعد الحريري كمان نقطة أساسية بالنسبة لألنا. هالأشياء الإيجابية لازم نبني عليها ولازم نكمل فيها، ونحن وجودنا هون هو تنأكد على هذه النقاط. أجميل وصف أداء الطبقة السياسية الحاكمة اليوم وكيفية تعاطيها مع لبنان وشعبه ومقدراته. للأسف ما تبقى من قيادات صف أول اليوم بالبلد، للأسف الخلفيات الميليشيوية تطغى في أدائهم وفي طريقة ممارستهم الحياة السياسية، من استعمال العنف لمخالفة الدستور ومخالفة القوانين والتعاطي بخفة مع حياة الناس، مع الفقر يلي عم بيطال الناس، مع القهر يلي عم بيطال الناس، الاستعداد دائما للمساومة على حساب البلد وعلى حساب سيادة لبنان واستقلاله، تسليم قرار البلد للميليشيا يلي أصبح اليوم أكثر وأكثر أمر واقع عم بينفرض على جميع اللبنانيين. النائب المستقيل الذي أكد أن الاستحقاق الانتخابي هو أول محطة في المسار المقاوم والهادف للتغيير وفك تحالف منظومة المافيا والميليشيا. كل مواطن لبناني عم بيطلع وعنده طموحات وعنده أمال ببناء لبنان جديد، كل واحد منهم رح يعبر عن رأيه بحرية، ونحن مندعي كل اللبنانيين لأي طائفة انتموا ولأي اتجاه وخلفيات سياسية انتموا لها بأنه يعبروا بحرية عن رأيهم بالانتخابات المقبلة، بأنه يتمسكوا بالثوابت الوطنية يلي هي ثوابت السيادة والاستقلال والانفتاح والاعتدال والحياد وكل هالمقومات يلي سمحت لنا أنه نحلم ببلد جديد بدنا نتمسك فيها وبدنا نكمل فيها وبدنا نخوض المعركة إن الله راد لبناء مستقبل أفضل. باسم الوفد الكتائبي اعتبر جميل أن المبادرة الكويتية العربية هي جدية وأساسية ومنطلق لانتظام الوضع السياسي والسيادي في لبنان، ولكن للأسف التعاطي معها من قبل هذه السلطة هو بالمماطلة والتسويف وقلة المسؤولية الوطنية. من دار الفتوى مروان الدوم، صوت لبنان. وتعليقا على زيارة وفد الكتائب برئاسة رئيس الكتائب سامي الجميل إلى دار الإفتاء، اعتبر نائب رئيس الكتائب النقيب جورج جريش أن التطورات الداخلية والعربية والدولية تحتم تأطير التشاور الوطني. لا شك أن الشارع السني شهد صدمة ولو كانت متوقعة ومحتملة من خلال قرار أكبر كتلة ممثلة لأهل السنة بالانكفاء عن المسرح السياسي. عزوف الرئيس الحريري بمن وما يمثل، وسواء التقينا معه في قضايا واختلفنا معه في قضايا أخرى، يستدعي التشاور الوطني، والعنوان الطبيعي هو دار الفتوى، خاصة
وأن سماحة المفتي يشكل تقاطعا وطنيا حرا بين مرجعية بيت الوسط وقبل قصر قرايتم، وبين تطلعات الحراك المدني وما يتوق إليه الجيل الثائر من إصلاح وبناء دولة محترمة. كل هذا الجو استدعى أولا موقف أصدره المكتب السياسي، وتاليا تشاورا مع سماحته حول مرحلة ما بعد الحريري وما قبل الاستحقاقات الكبرى. الاستحقاقات الكبرى لا أقصد الانتخابات النيابية ثم الرئاسية، بل أيضا سلوك لبنان إزاء المذكرة الخليجية العربية الدولية، وكيف سيكون الرد الذي سيحمله وزير الخارجية إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في الكويت. هل هو عموميات وتطمينات وبيع عواطف، أم سيكون ردا مركزا على أسئلة محددة؟ وأكثر، من سيكتب الرد اللبناني؟ بأي قلم؟ بقلم الدولة أو بقلم حزب الله؟ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وصف تنفيذ القرار 1559 بأنه مستحيل، ونفى في حديث للام تي في اعتزامه العزوف عن العمل السياسي، مؤكدا أنه سيستمر مع تيمور والقوى الحليفة في الحد الأدنى من الاعتراض السلمي. ما في مطالب عربي، في مذكرة الأخيرة اللي اجت من عبر الوزير الخارجية الكويتي اللي فيها هذا البند اللي لم نكن بالأساس نستطيع أن نطبقه، مستحيل تطبيقه، اللي هو 1559. بس في تخلي عربي عن البند بحجة التهجم الشخصي والسياسي لحزب الله على العرب. 1559 أكبر منا، ما فينا لها. أن التخلي العربي يعطي نفوذ أكثر لإيران، بدنا نحرر فلسطين وبدنا نركب الصواريخ، بنحرر فلسطين على ركام بيروت، لابد من أن نعيد السيطرة على القسم الأكبر من مرافق. حتى إذا مفكرين حاله مرتاحين الحزب بهالحالة، ما فيهم كفوات. دعم المبادرة الكويتية بالإضافة إلى التأكيد على أهمية اعتماد الحياد الإيجابي في لبنان بعيدا عن المحاور، وكذلك أهمية التغيير في الانتخابات النيابية، كانت فحوى المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعات الثورة في نادي الصحافة. الأميرة حياة إرسلان تكلمت باسم المجموعات. لبنان عربي الهوى والهوية، ولا مرة رح نكون إلا أساسيين بالعالم العربي، ونحن ولا مرة رح نسمح إنه ننجر إلى شيء اسمه محور الممانعة. محور الممانعة ما بيشبهنا. نحن كدولة عندها موقع جغرافي مؤثر جدا، وعندها موقع تاريخي وثقافي. نحن هويتنا حرية، سيادة، استقلال، ونقي بالنفس عن كل ما يحصل حوالينا، وحيادنا الإيجابي هو قضيتنا. نتابع النشرة بعد قليل، وفيها الموازنة والدولار الجمركي. حوار أونلاين. انسحاب سعد الحريري من السياسة اللبنانية وتداعيات هذه الخطوة على الداخل اللبناني، مصير المبادرة الكويتية وردة فعل الدولة اللبنانية عليها، الانتخابات النيابية القادمة، وهل ممكن التغيير عبر صناديق الاقتراع، كلها مواضيع رح نبحثها ضمن حوار أونلاين. معكم مكرم ربح. حوار أونلاين مع جورج العلي الجمعة بعد نشرة أخبار 5:15 عبر صوت لبنان. ما هي قدرة الصناعة اللبنانية على الصمود ومواكبة قطاع الخدمات لنهوض البلد؟ وماذا عن الاتفاقيات التجارية المعمول بها؟ وكيف سيؤثر رفع الدولار الجمركي على الأسعار؟ وهل من تراخيص جديدة لقيام مصانع جديدة في البقاع؟ نقطع السطر يفتح الملف مع رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقول أبو فيصل، ومداخلة لمدير عام وزارة الصناعة داني جدعون ومعنيين الجمعة بعد نشرة أخبار 8:15 مع نواليشا عبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر
يستكمل مجلس الوزراء البحث بمشروع قانون الموازنة اليوم في وقت يبدو أن الاتجاه بات نحو تحديد الدولار الجمركي وفق سعر الدولار منصة صيرفة، في ضوء ما أوحت إليه إشارة وزير المالية يوسف الخليل إلى أن الدولار الجمركي هو سعر رسمي ويجب أن نبته لتأمين مداخيل للدولة. وزير الإعلام بالوكالة وزير التربية عباس الحلبي الذي تلا مقررات الجلسة استهجن الضوضاء المحيطة بمشروع الموازنة موضحا ملف الدولار الجمركي. تقرر أن يستأنف مجلس الوزراء جلساته المفتوحة لقراءة التقرير المقدم من معالي وزير المالية حول مشروع الموازنة، كما سيصار إلى دراسة المواد التي استؤخر النقاش فيها بغية إقرار مشروع الموازنة. بالنسبة للدولار الجمركي، تقرر إيكال هذا الأمر إلى معالي وزير المالية الذي سينجز دراسة حول هذا الموضوع لتقرير ما هو السعر الذي سيعتمد في استيفاء حقوق الدولة عن طريق الدولار الجمركي. الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي انتقد خلو الموازنة من أي خصوبة اقتصادية وقال لصوت لبنان: أولا، هذه الموازنة لحكومة تدعي الإنقاذ هي أبعد ما تكون عن الإصلاح، خصوصا إذا أرادت هذه الحكومة أن تجعل منها مدخلا إلى الإصلاح، خصوصا إذا المفاوضات مع صندوق النقد. لماذا أقول هذا الكلام؟ أولا، بالموازنة ما في شيء اسمه إصلاح للنظام النقدي، بمعنى أنه بعدهم عم بيخترعوا أسعار صرف للدولار 15,000 20,000، بينما إصلاح النظام النقدي يفترض اعتماد سوق الصرف للدولار واحد ناتج من سوق مرنة واقعية حقيقية ولكن مربوطة من قبل البنك المركزي، إذا لا يزال قادر على ذلك. اثنين، هذه الموازنة ما فيها إصلاح أصعيد حفز النمو الاقتصادي أو على الأقل التسبب ببعض الانتعاش الاقتصادي، لأن هذه الأعباء الضريبية الإضافية بواسطة تصحيح النسب والقيم الرسوم والضرائب داخلها بزمن انهيار اقتصادي، هذا من شأنه أنه يعمق ويوسع رقعة الانهيار لكي يطال هذا الانهيار كل الناس يمكن وكل الشركات. ثلاثة، ما فيها أي إصلاح للإدارة أو إداري، بمعنى أنه ما فيها استغناء عن فائض الأزلام وفائض الأتباع بالإدارات الرسمية. ثم ما فيها إصلاح مالي. الإصلاح المالي سيدتي مش أنه جينا إلنا حددنا خسائر، لا، إصلاح المالي يفترض أولا تصحيح المفاهيم وتصحيح المصطلحات، يعني بدل ما يحكونا عن تحديد الخسائر وأحصاء الخسائر المفروض يقولوا أحصينا السرقات ونحن عنا نية حقيقية باستعادة تلك السرقات وإعادة حقوق الخزينة المالية إليها وحقوق الناس إليهم، خصوصا بواسطة تدقيق مالي جنائي جدي وبواسطة قضاء محلي ودولي. بعدين تفتقر إلى إصلاح ضريبي قائم على ضرائب شخصية متصاعدة على الدخل. هلأ في بعض السياسيين بلشوا يحكونا عن ضريبة على الثروة، يعني ما كفاهم أنه فضولنا جيوبنا وحساباتنا في المصارف، كمان ناويين يفضولنا بيوتنا، علما أنه هذه الضريبة على الثروة تم التخلي عنها بالخارج. ليه؟ لأنه فيها عدة ازدواجات ضريبية، لأنه اللي بيعمر بيت وبيجيب له قطعتين تمينين لبيته هذا من ادخاره، والادخار تعريفه ما يبقى من مال من بعد ما يكون دفع كامل الضرائب المتوجبة عليه، هذا هو الادخار. فبدل ما يحكون عن ضريبة على الثروة خلي يحكوا عن رد حقوق المالية للخزينة والحقوق المالية للناس. وأخيرا، بالنسبة للدولار الجمركي وبالنسبة للصلاحية المعطاة لوزير المال استنزابيا لتحديد كل مرة سعر صرف الدولار يلي على أساسه بدك تمشي بين الرسوم والضرائب، ربما هذا بده يتسبب بأزمة صلاحية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. هلأ إذا الحكومة معتبرة الجمرك رسم، ربما مجلس النواب يعتبر أنه الجمرك هو ضريبة، وبالتالي هذه مسألة تعود إليه لا إلى الحكومة.
بالملخص هذه موازنة عقيمة غالية من أي خصوبة اقتصادية أو من أي إصلاح إنقاذي. المحروقات ومشكلة السوق السوداء. وزير الطاقة وليد فياض استنكر السوق السوداء في المازوت. عنا تجاوزات عم بتصير وعم بوصلي فيها أنا مستجير كثير بالنسبة لموزعي المازوت اللي عم بيتجاوزوا الإجراءات اللي محددين والرسوم المحددين بالنسبة لفاتورة المازوت يعني سعر المازوت، وعم بيكون في مثل سوق سوداء والتجاوزات وعم بيطلبوا يندفع طبعا هو بالدولار إذا كان واصل عند بزنس تو بزنس، وإنما عم بياخدوا عمولات لأكبر من السعر وعم توصل لحد 10 أو 15% حسب حساباتي اللي عم شوفه، وهيدا شيء مش مقبول وهيدا يعد جريمة. تراجع طفيف في أسعار المحروقات. التفاصيل مع جوزيفين أبي غصن. صدر جدول تركيب الأسعار للمشتقات النفطية وسجل تراجعا في البنزين بلغ 1000 ليرة، وبات سعر الصفيحة 98 أوكتان 364,800 ليرة، وصفيحة 95 أوكتان 353,600 ليرة، وانخفض المازوت 5,400 ليرة، وصارت الصفيحة 325,800 ليرة. من المقرر أن يصل الموفد الأمريكي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية آموس أوكشتاين في منتصف الأسبوع المقبل آتيا من إسرائيل، ويسعى في زيارته لتسويق طرح قديم في إنجاز الترسيم تحت الماء ووقف البحث في الخطوط البحرية فوق المياه، بحيث يمكن اقتسام حصة الدولتين قياسا على حجم هذه الثروة بعيدا من منطق الخطوط المباشرة. طرح هوكشتاين يقضي بتكليف شركة مختصة باستخراج النفط والغاز والعمل فيها على أن توضع الأرباح في صندوق وتقسم لاحقا. صحيا، ارتفاع كبير في أرقام الكورونا التي تجاوزت 9,000. وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 9,199 إصابة جديدة و16 حالة وفاة. وإلى شريط من الأخبار مع تراز الخوري. أصدر وزير التربية عباس الحلبي تعميما موجها إلى مؤسسات التعليم العالي كافة قضى باعتماد التدريس المدمج في العام الجامعي الحالي. أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن إطلاق منصة لتقديم طلبات جوازات السفر اللبناني للمواطنين كافة سواء داخل الأراضي اللبنانية أو في بلاد الاغتراب. أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي الاستمرار في الإضراب حتى تحقيق المطالب وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة. طالبت وزارة الزراعة المواطنين عدم رمي أي حيوان نافق بسبب الأحوال الجوية القاسية في الأماكن المخصصة لرمي النفايات أو في الأماكن القريبة من المنازل، بل رميها في خراج البلدات التي تبعد عن الأماكن السكنية من أجل الحفاظ على السلامة العامة ولتلافي خطر اقتراب الحيوانات البرية من الأماكن السكنية التي تعتبر من أهم أصدقاء البيئة كالذئاب والضباع. من أخبارنا العامة، طلبت الولايات المتحدة عقد جلسة علنية الاثنين المقبل لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة في أوكرانيا بسبب التهديد الذي تشكله روسيا على الأمن والسلم الدوليين. وكرر الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد لنظيره الأوكراني أن الولايات المتحدة وحلفائها سيردون بحزم في حال حدوث غزو روسي لأوكرانيا، متحدثا أيضا عن مساعدة اقتصادية إضافية لهذا البلد وفق ما أعلن بيان البيت الأبيض. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت أن إسرائيل ستواصل استراتيجيتها لمحاربة العدوان الإيراني بغض النظر عما إذا كانت القوى العالمية قد توصلت إلى اتفاق معها في مفاوضات فيينا، وأشار إلى أن إسرائيل ليست ملزمة وستحافظ على حرية التصرف. الصفحة الرياضية مع رومن طنوس. بجديد أخبارنا الرياضية، وضمن منافسات بطولة لبنان لكرة السلة فاز فريق بيروت على بيبلوس بنتيجة 115-74. إلى ذلك وضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، خسر منتخب لبنان أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0 على ملعب صيدا البلدي.
كما فاز منتخب إيران على العراق 1-0 وضمن تأهله للمونديال. وبباقي المباريات فازت أستراليا 4-0 على فيتنام، واليابان 1-0 على الصين، كما فاز منتخب الإمارات على سوريا 2-0. في نشرة الأحوال الجوية، تستمر مفاعيل العاصفة وارتدى لبنان الأبيض بدءا من ارتفاع 500 متر، وستضرب موجة من الصقيع المناطق التي يفوق ارتفاعها 700 متر. الجيش اللبناني نشر عبر صفحته على الفيسبوك صورا لعناصره في مهب العاصفة وأرفقها بعبارة: بيسألونا بردنين أبدا، لوبنا دفيانة بمحبة شعبنا. الأحوال الجوية مع جورج نمور من مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي. الطقس المتوقع في لبنان لليوم الجمعة: غائم صباحا، يتحول بعد الظهر إلى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، مع أمطار متفرقة واحتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر وما فوق، مع خطر تكون الجليد بدءا من علو 800 متر خلال الليل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات. السبت غائم جزئيا بالإجمال مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة خفيفة وانفراجات واسعة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق، مع خطر تكون الجليد بدءا من علو 900 متر خلال الليل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات وانعدام الرؤية. الأحد غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الشهرية واحتمال تساقط بعض الأمطار في المناطق الداخلية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لليوم الجمعة من 4 درجات إلى 14 درجة، في الجبال من ناقص درجة إلى 5 درجات، في الداخل من ناقص درجتين إلى 6 درجات. نشير في ختام هذه النشرة إلى أن طريق ظهر البيدر سالك حاليا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط. كان في هذه النشرة: لبنان يدرس امتحان تحديد التوازنات قبل انتهاء المهلة غدا. رئيس الكتائب سامي الجميل من دار الفتوى: ممنوع الأحباط. تسليم قرار البلد للميليشيا يلي أصبح اليوم أكثر وأكثر أمر واقع عم بينفرض على جميع اللبنانيين. الموازنة تحت عبء الدولار الجمركي ويشوع لصوت لبنان. هذه موازنة ما فيها إصلاح أصعيد حجز النمو الاقتصادي أو على الأقل التسبب ببعض الانتعاش الاقتصادي. مفاعيل العاصفة ياسمينة بعد ثلوج موجة من الصقيع. بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت لبنان.